عليكم ورحمة الله الإخوان، نتمنى أنكم تكونوا مزيان ونتمنى أنكم ترحمونا على الوالدين. هذا جات فينا فيه واحد السيركوي، السيركوي ديال الفران، يعني كيتورك على الفران تيتحرق فيه زيبل، تيتحرق لنا فيه زيبل كيكون عندنا هنايا. صيفط واحد السيد يحل لي، يشوف لي الفيروجات، يشوف لي الفيروجات واش فيهم شي حاجة ولا شي حاجة هكا. كتشوف هاد الفيروج هذا تتلقاه بلي جديد، ما تيقوش الاخوان، راه شي هادشي ولا كيخليك تتملى شي، كتشوفو جديد كتقول هاد سميتو هذا راه ما غاديش يكون فيه كود سيركوي. ولكن حنا ماشي مشكل، حنا نبدا لكم داكشي منين بديناه، كاع من الاول. صافي السيد فاش صيفطو هنايا قال لي راه حديجه حيت البريزات، يعني بقى نفس المشكل كيتحرق لي الفيزيبل. انا جيت كنقلب مع راسي كنقول كيفاش كنقلب هنايا، هبطت هادشي كامل هبطتو، قلبت الخيوطه من هنا غيكون شي كود سيركوي كيتوشي لنا في لاماس الخيط ديال هذا، هو هذا يعني واحد خيط واحد تيدينا البلس حتى يعني حتى الفيروجات الله غيكون فيه، يعني غيكون متوشي في لاماس. كنقلب خرجت هنايا كنقلب هنايا عاوتاني واش متوشي ولا شي حاجه، والو ما لقيتوش متوشي. هبطت هنا عاوتاني لتحت مع الفيصو، وصلت حتى لتحتها كما كتشوفوا هنا راه محيد هادشي حتى لهنايا، لقيت الزيت هنايا داخله لنا في هاد لي فيل هادو، ونيطويت داكشي بجيبيطير. ها هو حماقينا مع هادشي. المهم حيتاش علاش ما درتش خدمتي كون جيت ديريكت للفيروجات بلا ما نحمق راسي مع هادشي. انا صيفطت السيد قلت زعما صافي السيد راه ناضي غادي يشوف لنا المسائل، قال لي هو الفيروجات راهو مزيانين راه ديال الطبيعه. انا تبعت الفيصوم من يعني من الدخله ديالو كما كتشوف، انا اصلا مقطع هنا خيط حيتاش هو هذا، لقيت عبرت لا كونتينيتي لقيت هو هذا جينا من جهه يعني من جهه الشوفور، وصلنا هنايا لقيت داكشي مزيان، ولكن لقيت باقي الكود سيركوي عاوتاني. تبعت عاوتاني هذا، تبعته حتى اللور. انا نوريكم فين وصلت. تبعته حتى لهنا اللور، هانت لقيت باقي الكود سيركوي. صافي هنايا شكيت بلي راه يعني غنوصل للفيروج غادي نلقاه، يعني واك الله صح. جيت هنا وصلت هنا لقيت داكشي عاوتاني باقي هو باقي الكود سيركوي. وصلت هنايا لقيت الكارثة، هانت كون جيت ليه من الاول كاع بلا ما نحماق مع هادشي، كون جيت ليه من الاول كاع ما غادي نحماق مع هادشي. عندنا كود سيركوي في هذا كنحيد، يعني كتحيد غير البريز ديالك هنا، تمشي تشوف يعني في داك الخيط نورمالمون اللي غادي يجي فيه البيس كيكون فيه لاماس، كتخشي فيزيبل كيتحرق لك الفيزيبل. هنا كنحيد غير هذا، دابا الا حيدتو كيولي كلشي مزيان. نتمنى ان هذا الفيديو يكون عجبكم، ونتمنى انكم ترحمونا على الوالدين. النصيحه ديالي هو راقبوا خدمتكم، ما تعطيش لشي واحد تبازا على داكشي اللي في عقلك انت. هادشي اللي غادي ننصحكم به الاخوان، ونتمنى انكم تكونوا مزيان، وصلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم.